فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من الممكن أن تقرأ الحائض والجنب القرآن حفظا بدون مس للقرآن؟ هل من الممكن أن تقرأ الحائض والجنب القرآن حفظا بدون مس للقرآن؟ لا تقرأ القرآن وهي حائض إلا في حالتين أفتى فيهما العلماء، وهما في حالة الاختبار الذي يفوت عليها، وفي حالة خشية النسيان لما تحفظه فتكرره لأجل أن يثبت ولا تنساه. نعم، وما عدا ذلك لا تقرأ القرآن حتى تغتسل، تطهر وتغتسل. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.